السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير كده وأنا فقير إن شاء الله. أتأكد بس من حضراتكم من وصول الصوت لو سمحتم. يا ترى الصوت واصل لحضراتكم؟ تمام، شكرا جزيلا، ألف شكر. طيب، في المحاضرة الماضية الأسبوع الماضي كنا انتهينا من الفصل رقم 7 اللي هو مراجعة البيئة الداخلية، وكنا متوقفين عند الأسئلة التطبيقية الخاصة بهذا الفصل. طيب، هنبدأ بالأسئلة التطبيقية على الفصل 7 وننتهي منها ونبدأ الفصل 8 بإذن الله في هذا اللقاء بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب، نبدأ السؤال الأول. طبعا جاهزين؟ يلا توكلنا على الله. السؤال الأول من الأسئلة التطبيقية الخاصة بالفصل 7، 1: وظيفة التنظيم تفيد وظيفة التنظيم تفيد خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية. وظيفة التنظيم بتفيدني في مرحلة إعداد الاستراتيجية. الإعداد ولا التطبيق؟ طيب، أ صحيح وب خطأ. أ صحيح وب خطأ. طيب، لسه يعني في الأول. طيب، أنا هجاوب على السؤال. الإجابة ب خطأ. الإجابة ب خطأ. طيب، السؤال الثاني بيقول: تعتبر وظيفتي التخطيط والتنظيم، تعتبر وظيفتي التخطيط والتنظيم من أهم وظائف المنشأة أو المشروع، من أهم وظائف المنشأة أو المشروع. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. التخطيط والتنظيم من وظائف المنشأة ولا وظائف الإدارة؟ برافو عليكم. هيدي إن شاء الله تعلم الإجابة خطأ، لأن زي ما أفرح بتقول كده بتقول إنها من وظائف الإدارة. طيب عظيم. السؤال الرابع، لا السؤال الثالث، صح؟ السؤال الثالث، تمام. السؤال الثالث بيقول: قائمة مراجعة وظائف الإدارة، قائمة مراجعة وظائف الإدارة تضم مجموعة من الأسئلة. الإجابة عليها هي: قائمة مراجعة وظائف الإدارة تضم مجموعة من الأسئلة. الإجابة عليها هي ألف لا للنفي تمثل فرصة أمام المنظمة، لا للنفي تمثل فرصة أمام المنظمة، ب نعم بالإجابة، نعم بالإجابة تمثل تهديد للمنظمة، نعم بالإجابة تمثل تهديد للمنظمة، جيم نعم بالإجابة، جيم نعم بالإجابة تمثل نقطة ضعف في المنظمة، تمثل نقطة ضعف في المنظمة. تمام يا أفراح. طيب، دال رقم دال نعم بالإجابة يمثل نقطة قوة للمنظمة، بل نعم بالإجابة يمثل نقطة قوة للمنظمة. قايلين ما شاء الله عليكم، فعلا إجابة في ذلك. سؤال رقم 4 بيقول: إن بعد تحديد رسالة المنظمة، إن بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات، هذا نحدد الرسالة ونتعرف على الفرص والتهديدات على طول بعد ما نحدد، لأن على طول بتسأل السؤال ده. بعد ما نحدد الرسالة نتعرف على الفرص والتهديدات اللي هي دراسة البيئة الخارجية، يعني يبقى لازم ندرس البيئة الداخلية، صح؟ البيئة الداخلية اللي فيها مخاطر قوة الضعف. طيب، ركزوا معانا. إن بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات، فإن الخطوة التالية هي: ألف
تحديد الأهداف العامة والفرعية للإدارات. تحديد الأهداف العامة والفرعية للإدارات. ب دراسة البيئة الداخلية لتحديد ما بها من نقاط قوة وضعف. ب دراسة البيئة الداخلية لتحديد ما بها من نقاط قوة وضعف. ج تحديد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج. ج تحديد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج. إن شاء الله عليكم فعلا هي الإجابة باء. برافو برافو عليكم كلكم ممتازين. طب نكمل السؤال. ج تحديد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج. د تحديد الإجراءات. تحديد الإجراءات المتوقعة للعمل. تحديد الإجراءات المتوقعة للعمل. وفعلا الإجابة هي دراسة البيئة الداخلية عشان نحدد الفرص والتهديدات اللي هي ب. السؤال الخامس. تتحدد وظائف الإدارة. طبعا السؤال ده سهل قوي، انتوا عارفين وظائف الإدارة هي ايه. تتحدد وظائف الإدارة عند المراجعة الاستراتيجية. تتحدد وظائف الإدارة عند المراجعة الاستراتيجية للبيئة الداخلية في الآتي. عند المراجعة الاستراتيجية للبيئة الداخلية في الآتي. ألف وظيفة التوجيه للعملاء. وظيفة التوجيه للعملاء خلوا بالك. ب وظيفة التسويق والتمويل والإنتاج. وظيفة التسويق والتمويل والإنتاج. يعني هنا بسأل عن وظائف الإدارة ها؟ يا ريم أنا بسأل عن وظائف الإدارة وليس وظائف المشروع ها؟ طيب ركزي معايا. جيم وظيفة التنظيم للقوى العاملة للمنافس. وظيفة التنظيم للقوى العاملة للمنافس. دال أفراح ماشي. دال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. رضا عليكم فعلا الإجابة هي دال. طيب السؤال بعد كده رقم ستة. سؤال رقم ستة بيقول من الأهداف التي يمكن تحقيقها. من الأهداف التي يمكن تحقيقها. لا ستة أفراح. السؤال السادس. من الأهداف التي يمكن تحقيقها. من جراء عملية الرقابة الإدارية. من الأهداف التي يمكن تحقيقها من جراء عملية الرقابة الإدارية. مايل ألف تحديد مدى التزام المنافس بالخطة الحالية. المنافس ولا العاملين عندنا؟ ها؟ أكيد العاملين. تحديد مدى التزام المنافس بالخطة الحالية. ب الاستفادة من المعلومات المتجمعة. الاستفادة من المعلومات المتجمعة لوضع خطة الإنتاج. لوضع خطة الإنتاج. خطة الإنتاج ولا الخطة بالكامل؟ ركزوا معايا. ب رقم ب العمل على علاج الانحرافات أو الأخطاء. العمل على علاج الانحرافات أو الأخطاء أولا بأول يعني. العمل على علاج الانحرافات أو الأخطاء أولا بأول. تمام 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 هيبين إن شاء الله كلكم ممتازين. دال التوسع وإقامة فروع جديدة. دال التوسع وإقامة فروع جديدة. وفعلا الإجابة زي ما فاطمة وأفراح وعود ونادية وأفراح قالوا إن هي إيه؟ إن هي جيم اللي هي بتحدد الحراك بنحاول إن إحنا نعرفه أول بإيه؟ أول بأول. طيب السؤال رقم سبعة. تعتبر وظيفة الرقابة هامة. تعتبر وظيفة الرقابة هامة. عندنا أربع وظائف وثلاث مراحل. ها؟ أربع وظائف وثلاث مراحل. تعتبر وظيفة الرقابة هامة لعملية إدارة الاستراتيجية.
لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة ألف إعداد الاستراتيجية، ألف إعداد الاستراتيجية، باء تطبيق الاستراتيجية، باء تطبيق الاستراتيجية، جيم تقييم الاستراتيجية، جيم تقييم الاستراتيجية. أعيد تاني، جيم تقييم الاستراتيجية، دال التحليل للنتائج، دال التحليل للنتائج. وإن شاء الله عليكم كلكم ممتازين فعلا. الرقابة بتفيدني في مرحلة الإيه؟ التطبيق. طيب بعد كده ننتقل إلى السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بيقول: تتمثل وظائف المشروع، تتمثل وظائف المشروع عند المراجعة الاستراتيجية، تتمثل وظائف المشروع. طبعا انتوا عارفين وظائف المشروع ايه، تتمثل وظائف المشروع عند المراجعة الاستراتيجية للبيئة الداخلية للمنظمة، للبيئة الداخلية للمنظمة في الآتي: تتمثل وظائف المشروع عند المراجعة الاستراتيجية للبيئة الداخلية للمنظمة في الآتي: ألف، وظيفة التخطيط والتنظيم. ينفع وظيفة التخطيط والتنظيم دول وظائف إدارة ولا وظائف مشروع؟ طيب، ألف وظيفة التخطيط والتنظيم، باء وظيفة التسويق والتمويل، وظيفة التسويق والتمويل والإنتاج، وظيفة التسويق والتمويل والإنتاج. تمام، راضي، نعم صحيح، هايلين ما شاء الله. جيم التوجيه والرقابة، جيم التوجيه والرقابة، دال وظيفة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دال وظيفة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفعلا وظائف المشروع هي زي ما حضرتك تفضلت، هي وظيفة التسويق والتمويل والإنتاج والموارد البشرية والبحوث والتطوير إلى آخره. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 9، رقم 9: تظهر العلاقة والتداخل، تظهر العلاقة والتداخل بين وظائف الإدارة، بين وظائف الإدارة ووظائف المشروع من خلال ما يلي، من خلال ما يلي. تظهر العلاقة والتداخل بين وظائف الإدارة ووظائف المشروع من خلال ما يلي: ألف، أن وظائف المشروع تعتبر مجالاً، أن وظائف المشروع تعتبر مجالاً لتطبيق وظائف الإدارة عليه، أن وظائف المشروع تعتبر مجالاً لتطبيق وظائف الإدارة عليه. باء، أن كل وظيفة من وظائف الإدارة، باء أن كل وظيفة من وظائف الإدارة تحتاج إلى جميع وظائف المشروع، أن كل وظيفة من وظائف الإدارة تحتاج إلى جميع وظائف المشروع. جيم، أن وظائف الإدارة، أن وظائف الإدارة تعتبر مجالاً، أن وظائف الإدارة تعتبر مجالاً لتطبيق وظائف المشروع عليها، أن وظائف الإدارة تعتبر مجالاً لتطبيق وظائف المشروع عليها. دال حاجة وظائف المشروع إلى التخطيط الاستراتيجي، حاجة وظائف المشروع إلى التخطيط الاستراتيجي. فعلاً برافو يا ريم وعبود، فعلاً الإجابة هي ألف، إن كل وظائف المشروع تعتبر مجال لتطبيق وظائف الإدارة عليها، لأن كل وظيفة من وظائف الإدارة المشروع عشان تؤدى بطريقة جيدة يا منال لابد أن تحتاج إلى جميع وظائف الإدارة، وبالتالي تكون الإجابة
هي دام تقصد غلط يعني الرين. طيب اوكي. طيب السؤال العاشر، السؤال العاشر، تعتبر وظيفة التخطيط هامة، تعتبر وظيفة التخطيط هامة، أخذنا واحدة زي دي هنا، تعتبر وظيفة التخطيط هامة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة، تعتبر وظيفة التخطيط هامة في مرحلة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة، ألف التطبيق للاستراتيجية، التطبيق للاستراتيجية، ب تقييم الاستراتيجية، ب تقييم الاستراتيجية، ج الإعداد أو الصياغة للاستراتيجية، ج الإعداد أو الصياغة، لأنه مرحلة التخطيط أول مرحلة، أول مرحلة من وظائف الإدارة، أول وظيفة من وظائف الإدارة، وأول مرحلة هي وظيفة الإعداد أو الصياغة. تمام، برافو. ج مرحلة إعداد أو صياغة الاستراتيجية، د اتخاذ القرارات، د اتخاذ القرارات، وفعلا الإجابة زي ما حضرتك هي ج. سؤال قبل الأخير رقم 11، سؤال قبل الأخير رقم 11، عملية دراسة البيئة الداخلية، عملية دراسة البيئة الداخلية تتطلب التعرف على المياه، عملية دراسة البيئة الداخلية، دراسة أو تحليل يعني الاثنين زي بعض، عملية دراسة وتحليل البيئة الداخلية تتطلب التعرف على ما يلي: ألف الأساليب التنافسية للمنافسين، الأساليب التنافسية للمنافسين، ب وظائف الإدارة ووظائف المشروع، ب وظائف الإدارة ووظائف المشروع، ج نواحي القوة والضعف في البيئة الخارجية، نواحي القوة والضعف في البيئة الخارجية، د العملاء والموردون والمنافسون، العملاء والموردين والمنافسين. الإجابة هنا هي هاء، عشان أعمل عملية تحليل للبيئة الداخلية يبقى الإيه اللي البيئة الداخلية تتكون منه؟ تتكون من وظائف الإدارة ووظائف المشروع، نعم؟ من وظائف الإدارة ووظائف المشروع. أنت بس نسيتوا النقطة دي، عشان أدرس وأحلل البيئة الداخلية لازم، ده بيتطلب في فرق بين متطلبات دراسة البيئة الداخلية، متطلبات دراسة البيئة الداخلية اللي هي وظائف الإدارة ووظائف المشروع. أما الهدف من دراسة البيئة الداخلية هي تحديد نقاط القوة والضعف. وصلت الصورة؟ في فرق بين الهدف والمتطلبات. الهدف من دراسة البيئة الداخلية هو التعرف على نقاط القوة والضعف. أما متطلبات دراسة البيئة الداخلية هي وظائف الإدارة ووظائف المشروع. خلاص اتفقنا؟ ها اتفقنا على دي عشان بس ما تتلخبطوش. يبقى فعلا الإجابة هي باء زي ما المعارف جابت لنا. طيب السؤال الأخير رقم 13، بقولها مرة ثانية، فرقوا بين الهدف من دراسة البيئة الداخلية ومتطلبات دراسة البيئة الداخلية. الهدف من دراسة البيئة الداخلية تحديد نقاط القوة والضعف. أما متطلبات دراسة البيئة الداخلية اللي هي التعرف على أو تحليل أو دراسة وظائف الإدارة وظائف المشروع. طيب السؤال الأخير رقم 12، وظيفة الرقابة مفيدة، أخذنا زيها كتير، وظيفة الرقابة مفيدة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة، الرقابة ها وظيفة الرقابة مفيدة، أخذنا زيها كتير، وظيفة الرقابة مفيدة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة، ألف إعداد الاستراتيجية، ألف إعداد الاستراتيجية، ب تنفيذ الاستراتيجية، ب تنفيذ الاستراتيجية، ج تقييم الاستراتيجية، ج تقييم الاستراتيجية. تمام، برافو عليكم. د
اتخاذ القرارات النهائية. دال اتخاذ القرارات النهائية. رحنا كده يبقى وصلنا لنهاية الايه الفصل السابع، انتهينا منه تماما. ودلوقتي هنبدأ في الفصل رقم كام؟ رقم 8 ان شاء الله. يلا الموضوع فصل رقم 8. فصل رقم 8 بعنوان المراجعة الاستراتيجية لوظيفة التخطيط. المراجعة الاستراتيجية لوظيفة التخطيط، الفصل رقم 8 بعنوان المراجعة الاستراتيجية لوظيفة التخطيط. عنوان جانبي مفهوم التخطيط الاستراتيجي. مفهوم التخطيط الاستراتيجي. نقطتين. التخطيط الاستراتيجي هو اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. واتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. بعض حاجات إيه هم بقى؟ بما سيتم في المستقبل، بما سيتم في المستقبل فصلة، وكيف سيتم فصلة، وكيف سيتم فصلة، ووقت إتمامه، ووقت إتمامه فصلة، ومن سيقوم به وعلامة استفهام، ومن سيقوم به وعلامة استفهام. طيب ده مفهوم التخطيط. نقطتين. ومن المفهوم السابق، ومن المفهوم السابق يمكن استنتاج، يمكن استنتاج طبيعة عملية التخطيط في الآتي. يمكن استنتاج طبيعة عملية التخطيط في الآتي. واحد، الاختيار من بين عدة بدائل. الاختيار من بين عدة بدائل، يبقى قدامنا أكثر من بديل عشان ناخد بيه القرار لحل المشكلة. الاختيار من بين عدة بدائل. اثنين، النظر إلى المستقبل وعدم تجاهل الماضي والحاضر. النظر إلى المستقبل، لأن احنا بناخد قرار في الوقت الحالي عشان ننفذ في الإيه؟ في المستقبل. يبقى النظر إلى المستقبل وعدم تجاهل الماضي والحاضر. ثلاثة الاستمرارية. ثلاثة الاستمرارية. أربعة اتخاذ القرارات. أربعة اتخاذ القرارات. خمسة البدء بعد تحديد الهدف. لازم نحدد الهدف ونبدأ بعد تحديد الهدف على طول. البدء رقم خمسة، البدء بعد تحديد الهدف. ستة عندما لا يتحقق الهدف. عندما رقم ستة، عندما لا يتحقق الهدف يجب على الإدارة، يجب على الإدارة مراجعة البيئة الداخلية والخارجية. يجب على الإدارة مراجعة البيئة الداخلية والخارجية، حيث أن البيئة الداخلية تضم، حيث أن البيئة الداخلية تضم مراجعة الأهداف، فصلة مراجعة الخطط، مراجعة الأهداف، فصلة مراجعة الخطط، مراجعة الإجراءات، مراجعة الإجراءات. طيب عنوان جميل. مبادئ التخطيط الاستراتيجي. عنوان جميل، مبادئ التخطيط الاستراتيجي. نقطتين. يتم تحديد المبادئ، يتم تحديد المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط، التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط في الآتي. واحد، المساهمة في تحقيق النتائج. المساهمة في تحقيق النتائج. احنا قلنا من قبل إذا تحقق الهدف خلاص هو ده اللي احنا بنسعى إليه. أما إذا لم تحقق الهدف، الإدارة لازم تراجع الأهداف، ولازم تراجع الخطط، ولازم تراجع البرامج. طيب يبقى واحد، المساهمة في تحقيق النتائج. اثنين، انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى. انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى. نقطة، وهذا يعني أن التخطيط
أن التخطيط يتغلغل في باقي وظائف الإدارة الأخرى، يتغلغل في باقي وظائف الإدارة الأخرى من تنظيم وتوجيه ورقابة، من تنظيم وتوجيه ورقابة. ثلاثة، المبدأ الثالث شمولية التخطيط. ثلاثة، شمولية التخطيط، وهذا يعني أن التخطيط يشمل جميع وظائف الإدارة، يشمل جميع وظائف الإدارة فصل ووظائف المشروع، ووظائف المشروع. المبدأ الرابع، أربعة، فعالية التخطيط. فعالية التخطيط. نقطة، التخطيط يكون فعال، التخطيط يكون فعال إذا كانت النتائج التي يحققها، إذا كانت النتائج التي يحققها أكبر من تكاليف أعداد الخطة، أكبر من تكاليف أعداد الخطة، يعني التكاليف تبقى أقل والنتائج أكبر. ها؟ طيب، المبدأ الخامس، وهو مرونة التخطيط. خمسة، مرونة التخطيط. وهذا المبدأ يعني، أن يكون هناك أكثر من خطة بديلة. لتطبيقها وقت الحاجة، آخر مبدأ وهو ستة، عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. المبدأ السادس، عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. طيب، ننتقل بعد كده إلى عنوان جانب آخر، وهو زيادة فعالية عملية التخطيط. هتلاقوا في حاجات كتير أنا بفوتها في الفصل، خلاص التزموا بالشيء اللي أنا بقوله فقط. الحاجات اللي أنا بفوتها اقرأوها بس بالاستزادة يعني. خلاص؟ أما اللي أنا بقوله محل اهتمام وتركيز. طيب، عنوان جانبي، زيادة فعالية عملية التخطيط. نقطتين، حتى يمكن زيادة فعالية، عملية التخطيط، فإن الأمر يتطلب توافر عدد من المعايير، منها ما هي؟ واحد، اقتناع كل من الإدارة والمنفذين، بأهمية التخطيط وفوائده، اثنين، اشتراك جميع الأفراد، في وضع الخطة، كل حسب مستواه الوظيفي، ثلاثة، مراعاة الإمكانيات المتاحة للمنظمة، عند تحديد الأهداف، خمسة، وجود خطط بديلة لمواجهة الطوارئ. هو مبدأ مرونة التخطيط يعني. مبدأ المرونة يقول إن لازم يكون عندنا أكثر من خطة بديلة لتطبيقها وقت الإيه؟ وقت الحاجة. أربعة يا ريما، اللي هي أخذ المستقبل في الاعتبار، وعدم تجاهل الماضي والحاضر.
طيب آخر حاجة ستة، متابعة تنفيذ الخطط، متابعة تنفيذ الخطط لاكتشاف الأخطاء، متابعة تنفيذ الخطط لاكتشاف الأخطاء والعمل على تصحيحها أولا بأول، والعمل على تصحيحها أولا بأول. طيب عنوان جانبي، عنوان جانبي متطلبات أعداد الخطط الإدارية، عنوان جانبي متطلبات أعداد الخطط الإدارية. نقطتين، عند القيام بتبني عملية التخطيط، عند القيام بتبني عملية التخطيط فإن هناك بعض الاعتبارات التي يجب على الإدارة أخذها في الاعتبار. منها واحد، اقتناع الإدارة بأهمية التخطيط وفوائده، ودي مهمة جدا. يبقى لازم قبل ما أعمل أي خطة لازم الإدارة تكون مقتنعة بأن التخطيط ده مفيد بالنسبة لي. يبقى رقم واحد، اقتناع الإدارة بأهمية التخطيط وفوائده. اثنين، بعد ما الإدارة تكون مقتنعة يبقى تعيين شخص أو إدارة للإشراف على إعداد الخطة والتنسيق بين الإدارات، للإشراف على عملية إعداد الخطة والتنسيق بين الإدارات. طيب ليه بقى تعيين شخص أو إدارة؟ لماذا؟ تعيين شخص لو كانت المنظمة صغيرة، وإدارة لو كانت المنظمة إيه؟ كبيرة، في عندنا إدارة للتخطيط. أما لو كانت المنظمة صغيرة فيكتفى بأن يكون هناك إيه؟ شخص واحد للقيام بهذه المهمة. واضحة؟ طيب رقم واحد، اقتناع إدارة بعملية التخطيط. اثنين، بنعين شخص أو إدارة حسب حجم المنظمة. ثلاثة، وضع برنامج للتخطيط يتضمن ما يلي. وضع برنامج للتخطيط يتضمن ما يلي: ألف، تحديد أهداف التخطيط. ألف، تحديد أهداف التخطيط. ب، تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية، تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية. ج، تحديد العمليات المطلوبة. د، تحديد قنوات الاتصال للتنسيق بين الأقسام. عنوان جانبي، أنواع الخطط الإدارية. عنوان جانبي، أنواع الخطط الإدارية. نقطتين، يمكن تقسيم الخطط حسب أهميتها وحسب المسؤولين عن إعدادها إلى ثلاثة أنواع هي كالتالي: واحد، الخطة الاستراتيجية. نقطتين من أول السطر، المستوى الإداري المسؤول عنها هو الإدارة العليا. فصلة، ويتحدد المحتوى العام لها.
في وضع الأهداف والخطط العامة للمنظمة، ويتحدد المستوى العام لها في وضع الأهداف والخطط العامة للمنظمة. يبقى الخطة الاستراتيجية بتضعها الإدارة العليا. طبعا عارفين مين اللي في الإدارة العليا، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والمدير العام إلى آخره. طيب الإدارة العليا اللي بتهتم بإيه بقى؟ أو المستوى العام للخطة الاستراتيجية طبعا بتضع كل ما هو عام، اللي هو إيه؟ اللي هي بتضع الأهداف العامة والخطط العامة لإيه؟ للمنظمة. طيب اثنين، الخطة التكتيكية. يبقى بعد الخطة الاستراتيجية في الخطة إيه؟ التكتيكية. الخطة التكتيكية نقطتين، المستوى الإداري، المستوى الإداري والله يا عبود. أنا يعني أولا أنتم بنات الأعزاء وأبناء الأعزاء، وأنا والله مخفف عليكم خالص، حاضر أخاف عليكم أكتر وأشيل لكم كام فصل من الآخر، بس خلونا للآخر يعني، يعني إن شاء الله خلونا بس إيه نشوف، ما تقلقوش خالص، أنتم في القلب والعين يعني. طيب اتنين، ما تقلقوا خالص إن شاء الله إن شاء الله. اتنين، الخطة التكتيكية، المستوى الإداري المسؤول عنها هي الإدارة الوسطى، هي الإدارة الوسطى فصلة، ويتحدد المستوى العام لها، ويتحدد المستوى العام لها في وضع الأهداف والخطط الفرعية للمنظمة، ويتحدد المستوى العام لها في وضع الأهداف والخطط الفرعية. طيب يبقى الخطة الاستراتيجية بتتم على مستوى الإدارة العليا، أما الخطط التكتيكية بتتم على مستوى الإدارة الإيه؟ الوسطى. الخطة الاستراتيجية بيضعها المستوى الإداري الأعلى يعني، وبيضم الأهداف والخطط العامة. أما الخطة التكتيكية بتضم الإيه؟ الأهداف والخطط الإيه؟ الفرعية. سهلة خالص يعني. طيب رقم ثلاثة، الخطة التنفيذية. الخطة التنفيذية طبعا أنتم عارفين إنها بتتم على مستوى الإدارة التنفيذية. طيب رقم ثلاثة، الخطة التنفيذية. نقطتين، تعتبر الإدارة التنفيذية، تعتبر الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تلك الخطط، عن تلك الخطط فصلة، وتحدد المحتوى العام لها، ويتحدد المستوى العام لها في وضع البرامج التنفيذية موضع التنفيذ، في وضع البرامج التنفيذية موضع التنفيذ. احنا كده انتهينا من الفصل رقم 8، وننتقل للمرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة الايه؟ الأسئلة التطبيقية. وزي ما قلت لكم ما تقلقوش خالص، حتى يعني الاختبار ان شاء الله سهل جدا جدا جدا، وانا متأكد ان حضراتكم لو انتم مستواكم طيب وبقوا كويس ان شاء الله هتجيبوا الدرجه النهائيه، لو في حاجه اعلى هتجيبوا ان شاء الله، ما في الا خالص. طيب ننتقل للاسئله التطبيقيه على الفصل الثامن. السؤال الاول، التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما تم. التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما تم ولا بما سيتم؟ ها؟ بما تم ولا بما سيتم؟ باخد قرار النهارده دلوقتي عشان اللي هيتم في المستقبل، خلاص؟ التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما تم، ألف صحيح وباء خطأ، برافو عليكم، لأن بما تم هي إيه خطأ. طيب، السؤال الثاني، فعلا إجابة خطأ. السؤال الثاني، فعالية التخطيط تعني، هو المبدأ الخاص بفعالية التخطيط. فعالية التخطيط الثاني، لأن مبدأ الفعالية معناه إن النتائج بتكون أكبر من التكاليف، أو التكاليف أقل من الإيه؟ من النتائج، ها؟ طيب، فعالية التخطيط تعني أن تكون النتائج أعلى من التكاليف، أن تكون النتائج أعلى من التكاليف، ألف صحيح وباء خطأ، برافو عليكم، فعلا الإجابة هي ألف صحيح. طيب، السؤال الثالث، السؤال الثالث،
التخطيط الاستراتيجي هو عملية اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. ركزوا معايا، أنت لسه قايلينها دلوقتي. التخطيط الاستراتيجي هو عملية اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. نقطتين، ألف بتحديد أهمية وظائف الإدارة، بتحديد أهمية وظائف الإدارة لعملية إدارة الاستراتيجية، بتحديد أهمية وظائف الإدارة لعملية إدارة الاستراتيجية. ب بما سيتم في المستقبل فصلة وكيف سيتم وعلم استفهام بما سيتم في المستقبل فصلة وكيف سيتم ما شاء الله ما شاء الله. هذا جميل بإذن الله، يعني الدرجة النهائية إن شاء الله بإذن الله. جيم، نكمل السؤال. جيم، فعلا الإجابة هي باء، لأن التخطيط الاستراتيجي بتتخذ قرار في الوقت الحالي عشان تعرف إيه اللي هيتم في المستقبل وإزاي هيتم. طيب جيم، بما تم في الماضي، ينفع الكلام ده؟ جيم، بما تم في الماضي. دال، دال باختيار أقل البدائل، باختيار أقل البدائل ليحقق أعلى العوائد، باختيار أقل البدائل ليحقق أعلى العوائد. وفعلا الإجابة على السؤال 8 هي باء، اللي هو بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله موفقين بإذن الله. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 4، سؤال رقم 4، تتمثل المبادئ، تتمثل المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط الاستراتيجي في الآية. ففي مبادئ التخطيط هم 6 مبادئ، تتمثل المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط الاستراتيجي في الآية. ألف وضع الافتراضات المتوقعة، ألف وضع الافتراضات المتوقعة، باء وضع معايير، وضع معايير لتحديد مدى الالتزام بالخطة، وضع معايير لتحديد مدى الالتزام بالخطة، وضع معايير وتحديد مدى الالتزام بالخطة. جيم، توفير نظم فعالة للاتصال، جيم توفير نظم فعالة للاتصال أو للاتصالات. دال شمولية التخطيط، فصلة فعالية التخطيط، فصلة مرونة التخطيط. شمولية التخطيط، فعالية التخطيط، مرونة التخطيط. برافو هيلين، تمام رجالة، فعلا مبادئ التخطيط اللي هي ايه؟ دال شمولية وفعالية ومرونة التخطيط. طيب سؤال بعد كده رقم 5، سؤال بعد كده رقم 5 بيقول يمكن زيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي من خلال المواد، يمكن زيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي من خلال ميادين، يمكن زيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي من خلال ما يلي: ألف مراعاة الإمكانيات المتاحة للمنافس، ألف مراعاة الإمكانيات المتاحة للمنافس عند تحديد الأهداف،
مراعاة الإمكانيات المتاحة للمنافس عند تحديد الأهداف. ب اقتناع كل من الإدارة والمنفذين بأهمية التخطيط. اقتناع لازم الإدارة والمنفذين يكونوا مهتمين، يعني عندهم فكرة بأن التخطيط مهم وفعال بالنسبة لهم. ب اقتناع كل من الإدارة والمنفذين بأهمية التخطيط. وأنا موافق يا ريم على ب. كويس، برافو. ج عدم أخذ المستقبل في الاعتبار، ينفع الكلام ده؟ عدم أخذ المستقبل في الاعتبار وتجاهل الماضي والحاضر. عدم أخذ المستقبل في الاعتبار، عدم أخذ المستقبل في الاعتبار ينفع، وتجاهل الماضي والإيه؟ والحاضر. طيب دال إهمال الخطط البديلة، إهمال الخطط البديلة والتركيز على الحالي. إهمال الخطط البديلة والتركيز على الخطط الإيه؟ الحالية. وفعلا الإجابة زي ما حضراتكم كده فضلتم ريم وهدى وخوالة باء. طيب اللي هي اللي احنا قلناها رقم، احنا قلنا ده السؤال رقم كام لو سمحتم؟ السؤال رقم 5 صح؟ 5؟ طيب اللي جاي 6 مظبوط؟ اللي جاي السؤال رقم 6 مظبوط. طيب تمام. طيب السؤال رقم 6، التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي هو عملية اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. أخذناها في صح وخطأ. التخطيط الاستراتيجي هو عملية اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. نقطتين، بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم، بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم. دي ألف. ب بما تم في الماضي وكيف سيتم، بما تم في الماضي وكيف سيتم. طيب ماشي، برافو عليك، أنا موافق أن الإجابة ألف اللي هي بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم. طيب ب بما تم في الماضي وكيف تم، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. جيم بالأهداف التي أنجزت، بالأهداف التي أنجزت. بل بالإجراءات المطلوب تنفيذها والتي لم تنفذ. بل بالإجراءات، الإجراءات التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ. وفعلا الإجابة زي ما حضراتكم فضلتم هي ألف. طيب السؤال رقم 7، عند حدوث انحراف في النتائج، عند حدوث انحراف في النتائج يجب على الإدارة أن تتخذ الخطوات التالية. معنا لما بيحدث انحراف في النتائج والأهداف ما تتحققش، الإدارة لازم تراجع البيئة الداخلية والخارجية. معنا البيئة الداخلية فيها إيه؟ فيها الأهداف وفيها الخطط وفيها البرامج، صح؟ طب تعالوا نشوف السؤال. عند حدوث انحراف في النتائج يجب على الإدارة أن تتخذ الخطوات التالية. ألف، المساهمة في تحقيق النتائج. ألف، المساهمة في تحقيق النتائج. ب عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. ب عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات، عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. ج إعداد وتصميم النماذج الرقابية ومراجعتها. ج إعداد وتصميم، إعداد وتصميم النماذج الرقابية ومراجعتها. بال مراجعة الأهداف والخطط والبرامج التنفيذية. دال مراجعة الأهداف، مراجعة الأهداف والخطط والبرامج التنفيذية. إيه رأيكم؟ عند حدوث انحراف النتائج، احنا قلنا لما بيحدث انحراف النتائج الإدارة بتعمل إيه؟
بتراجع البيئة الداخلية والخارجية. والبيئة الداخلية فيها إيه؟ فيها الأهداف والخطط والبرامج. يعني مش لازم أقول البيئة الداخلية، لا، لما تلاقوا مراجعة الأهداف والخطط والبرامج يبقى معناها مراجعة البيئة الإيه؟ الداخلية. خلاص؟ ودي إحدى الخطوات. ومش لازم أقول البيئة الداخلية والبيئة الخارجية مع بعض، ممكن أجيب واحدة من الاثنين. خلاص؟ يبقى الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتم اللي هي دال مراجعة الأهداف والخطط والإيه والبرامج. ودايماً أنتوا تسألوني في السؤال ده دايماً. يعني أو زملائكم في الفصول السابقة دايماً يسألوني السؤال ده. أو بقولها تاني، عند حدوث انحراف النتائج الإدارة بتراجع البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. ممكن أقول البيئة الداخلية بس أو البيئة الخارجية بس، أو أقول تفصيلات البيئة الداخلية اللي هي مراجعة الأهداف ومراجعة الخطط ومراجعة الإيه البرامج. وبالتالي ريما وأفراح مظبوط، الإجابة هي د. اتفقنا؟ طيب اتفقنا. السؤال قبل الأخير، السؤال رقم 8 قبل الأخير بيقول: مبدأ انعكاس التخطيط، مبدأ انعكاس التخطيط على باقي الوظائف الإدارية، مبدأ انعكاس التخطيط على باقي الوظائف الإدارية. يعني أما التخطيط، يعني أما التخطيط ينعكس على، يعني أما التخطيط ينعكس على نقطتين: ألف وظائف الشراء، ألف وظائف الشراء والتخزين والتصوير، ألف وظائف الشراء والتخزين والتسويق. ينفع الكلام ده؟ انعكاس التخطيط على باقي الوظائف معناها ايه؟ زمالك التخطيط عندنا فيه تنظيم وفيه توجيه وفيه رقابه. ها؟ طيب نبدا انعكاس التخطيط على باقي الوظائف الاداريه، يعني ان التخطيط ينعكس على الف وظائف الشراء والتخزين والتسويق، ب كل من الاهداف العامه والفرعيه للمنظمه، الاهداف العامه والفرعيه للمنظمه، جيم كل من التنظيم والتوجيه والرقابة، كل من التنظيم والتوجيه والرقابة. يعني التخطيط بينعكس على التنظيم وبينعكس على التوجيه وبينعكس على الرقابة. يعني في تخطيط للتنظيم وفي تخطيط للتوجيه وفي تخطيط للإيه للرقابة. ما شاء الله عليكم، هايلين فعلا. الإجابة هي إيه؟ هي جيم، اللي هي إن التخطيط بينعكس على التنظيم والتوجيه والإيه والرقابة. طب نكمل السؤال. دال الأنشطة المالية الحرجة فقط، يعني التخطيط ينعكس على الأنشطة المالية الحرجة فقط. وطبعا الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتوا على هذا السؤال رقم 8 اللي هي ج، اللي هي أن التخطيط ينعكس على التنظيم والتوجيه والإيه والرقابة. طيب نأتي بقى للسؤال الأخير رقم 9. السؤال الأخير رقم 9، هذا السؤال بيقول: عند وضع برنامج للتخطيط، عند وضع برنامج للتخطيط، هذا البرنامج يتضمن الإطار التنظيمي، يتضمن الإطار التنظيمي لجهاز التخطيط. فإنه يجب تحديد ما يلي. عند وضع برنامج للتخطيط، هذا البرنامج يتضمن الإطار التنظيمي لجهاز التخطيط، فإنه يجب تحديد ما يلي: ألف أهداف التخطيط فصلة والعلاقة بين المستويات الإدارية، ألف أهداف التخطيط، ألف أهداف التخطيط والعلاقة بين المستويات الإداري، ب العمليات غير المطلوبة والأقسام غير المنتجة. ينفع العمليات غير المطلوبة والأقسام غير المنتجة، العمليات غير المطلوبة والأقسام غير المنتجة، ج الواجبات الوظيفية لإدارة التسويق. ثانية واحدة، معلش، الواجبات الوظيفية لإدارة
التسويق. د الواجبات الوظيفية لإدارة الإنتاج. ج الواجبات الوظيفية لإدارة التسويق. ود الواجبات الوظيفية لإدارة الإنتاج. وفعلا الإجابة زي المريض كده اتمنى ألف، هي أهداف التخطيط والعلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة. طيب إذا كده انتهينا من الفصل الثامن تماما، وإن شاء الله اليوم في المحاضرة الساعة 9:15 إن شاء الله بنلتقي على خير ونكمل الفصل التاسع بإذن الله تعالى وربنا أحيانا وأعطانا العمر. أنا بشكركم شكر جزيل وأستودعكم الله وأراكم بعد 3 ساعات من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.